أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي هو عبارة عن حلويات يعني سهلة واقتصادية، يعني داكشي غير بسيط. فكما كتشوفوا هنايا عندي غريبة البهلة، يعني هداك الكاوكاو والزنجلان، فأنا درتها يعني لقات مزالة بصراحة، ما كنتش متوقعة أنها غادي تخرج ليك لأن أول مرة كنديرها، فصدقت لي زوينة وهشيشة كتدوب في الفم. فكما كتشوفوا هنايا غادي نديرو كاس ونص ديال السكر مع 3 معالق ديال الزبده اللي درت انايا، ما بغيتش نكثر الزبده، درت غير 3 المعالق. فغادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال الزيت وغنكب هنا. كما كتشوفوا عندي عليهم كاوكاو والزنجلان، عندي مطحونين داك الزليف، شويه ديال القرفه. فغادي نبداو على بركة الله نحركوا المقادير ديالنا. كما كتشوفوا الخمرة الحلوة حتى هي، غادي نديروا المقادير ديالنا ونخلطوا الحلوة ديالنا على بركة الله نبداو. فكما كتشوفوا انا كنصور بيد وحدة، ولان السبورت اللي كنت كنصور عليه تهرس ليا، فخصني نشري واحد اخر مع الحجر الصحي. ما عنديش كي ندير نخرج باش نشريه، ماشي الحوانت سادين، هذه هي المشكلة اللي عندي. فدابا غادي نصبر نعدي غير هكا حتى يحل الله، تنشوف كيفاش ندير نشري واحد اخر. فكما كتشوفوا راني ذوبت الزبده مع السكر والزيت، تحدزت عليهم الكاوكاو والزنجلان. كما كتشوفوا عندي الكاوكاو عندي غير مهرس مهرمش شويه، الزنجلان راه غير ضربته غير في المونينيكس غير 2 ضربات. ودابا غادي نحرك المقادير ديالي كلها، عندي غير كاس ديال الزنجلان مع كاس ديال الكاوكاو اللي درت انايا، هادشي اللي درت. فغنحرك المقادير ديالي كلها على هذا الشكل هذا، فنحرك المقادير ديالي مزيان حتى تجانس ليا ونرجع معكم. كما كتشوفوا راني درت الخنيشه ديال الخماره ودرت شويه ديال القرفه، غادي نحرك كل شيء، نخلط كل شيء مزيان ونرجع معكم باش نزيدوا البقيه ديال المقادير الاخرى باش نجمعوا العجين ديالنا. كما كتشوفوا غادي نديروا الدقيق، يعني الدقيق حسب الخليط. غادي نخلط العجين ديالي ونشوف الا بقى خصني الدقيق، غادي نزيد يعني شويه بشويه، وانا كنخلط على حسب يعني حتى كنشوف العجين ديالي بدا كيتماسك، يعني بالحق يعني بدا كيتجانس ليا وبدا كيشد ليا في راسو، غادي نوقف يعني ما نزيدش الدقيق. فشويه بشويه هكذا وغادي نكمل. فكما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجين ديالي على هذا الشكل هذا، راني بديت كنصوب فيه كندير غريبه ديالي. فكما كتشوفوا في الطاوات كان راني كنستفها في الطاوه وغادي باش ندخلها الفران. فغادي نكمل بهذا بالغريبه ديالي، نكمل الغريبه ديالي ونرجع معكم. فمن بعد ما طابت وخرجتها من الفران كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه بصراحه، انا عجبتني، كتجي كدوب في الفم حتى رجلي عجبته، واخا ما كيعجبوش يعني الكاوكاو يعني يبقى هكاك قاصح، انا كان عليا خصني نطحنو مزيان لان رجلي ما يعني راه ما كيعجبوش داكشي قاصح بزاف. ف ولكن واخا هكاك جات هي جات هشيشه، غير الكاوكاو اللي جا باقي فيها يعني هذاك طريفات كبار. الحق معليش ماشي مشكل، يعني جات زوينه بصراحه، انا عجبتني بالنسبه ليا انا هذاك هو الذوق ديالي. هنا كما كتشوفوا غادي نصوب عاوتاني حلوه اخرى، فغادي نديرو كما كتشوفوا شو عندي 2 خمارات وواحده ديال الفاني، عندي الطحين الزيت معلقه ديال الزبده 3 البيضات، عندي القشره ديال الليمون ولا ديال التشين البرتقال،
عندي كاس ديال كاس ونص تقريبا ديال السكر، فغادي نبداو على بركه الله. غادي نديرو في البول ديالنا، نديرو ديك ثلاثه البيضات، غادي نحركوهم مع السكر، فغادي نديرو حتى السكر ونخلطوهم مزيان، وعاد نرجعو نكملو البقيه ديال المقادير ديالنا. فكما كتشوفوا غادي نخلط كل شيء ونرجع معكم. خلطت المقادير ديالي مزيان كما كتشوفوا، يعني تحرك داب ليا السكر وداكشي. كندير الزيت ديالي، كندير ديك الزبده انا نسيت كان عليا نديرها مع السكر باش تذوب ليا، باش نحكها مزيان مع السكر. الحق معليش ماشي مشكل، حتى هكذا راه غادي ندخل عليها. كما كتشوفوا درت الخمره ديال فاني، راه هي طاحت لتحت كما هي كتشوفوا، راني يعني هكذا مع كما قلت لكم غير بيدو حتى كنصور، وبيد الاخرى فكن نكب الحاجه وفي الاخر عاد كنرجع نصورها. فكما كتشوفوا الخماره ديال الحلوه درتها حتى هي، درت داك القشره ديال هذاك البرتقال. غادي نخلط كل شيء ونرجع معكم عاوتاني. هنا يا اصدقائي كما كتشوفوا انا بديت كندير الطحين، فغادي نحرك شويه غير بهذا الدراب اليدوي، ومن بعد غادي نكمل بيديا. دابا غادي نحرك هذا الشيء هذا غير بالدراب اليدوي بعدا، وعاد ديك الساعه منين نزيد البقيه ديال الطحين عاد ديك الساعه ندير يديا. ف كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا غادي نحاول نحرك الخليط ديالي مزيان ونرجع معكم عاوتاني. فضفت البقيه ديال الدقيق، دابا غادي نحيد هذا التراب اليدوي وغادي نبدا نحرك هذا الشيء بيديا باش نجمع العجين ديالي، لان بهذه الطريقه هذه راه ما غاديش يتجمع ليا، خصني نحركو بيديا. فغادي نجمع العجين ديالي ونرجع معكم. فكما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال العجين ديالي، كما كتشوفوا جا يعني العجينه جات خفيفه، انا بغيتها تبقى هكذا خفيفه. فغادي نبدا نصوب بها. دابا درت واحد جوج صينيات ديال ديك غريبه، هذيك اللي غادي نديرها بالكوك لان بغاها مني راجلي. فكما كتشوفوا درت منها هكذا، هي قسمتها على عجين واحد، قسمته على بزاف ديال الاجزاء. درت منه هذه بالشكلاط هنايا، هذه كما كتشوفوا على شكل مريشمات بالقليب، وداكشي درتهم زوقتهم بالشكلاط وشويه ديال اللوز مهرمش، فعلى هذا الشكل هذا. ودرت منهم عاوتاني شكيلات اخرين، فغادي نوريهم لكم عاوتاني حتى هما. يعني بصراحه جات زوينه حتى هي، جات فيها نسمه ديال البرتقال، جات زوينه بزاف. فكما كتشوفوا هذا الشكل الثاني حتى هو قليبات كبار، هادو درتهم كبيبرين هكايا، درتهم اللي درتو درتهم بالشوكولاط حتى هما، اللي غمستو في الشوكولاط غمستو في الشوكولاط، واللي غير هذاك اللي خرجت عليه الشوكولاط من الفوق. هنا كتشوفوا هذا الشكل وريدات هما فيهم مغموسين في الشوكولاط حتى هما، ودرت لهم شويه ديال زوقتهم بداك ديك الحلوه كولور. هنا كما كتشوفوا هادو القليبات اللي زوقتهم حتى هما صغيرين، درتهم زوقتهم غير بالشوكولاط من الفوق، فبصراحه جات زوينه. فهنايا غادي تشوفوا شكيله ديال الحلوه اللي صبت كاملين، فهادوك بوحدهم، وهادو هنايا كما كتشوفوا في الطبسيل عندي هنايا، عندي هذه غريبه
درتها بسكر كلاص، هنا درت ديب ديال الكوك غريبه البهله حتى هي. درت هذا اللي زوقته باللوز، زوقتهم بالشوكولاتة واللوز، والاخرين زوقتهم يعني عادي غير بهذاك الشوكولاتة من الفوق. وهذا الوريده هذه درتها من في الوسط. فنتمنى ان الحلوه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها، تقولوا لي في الكومنتات الراي ديالكم فيها. وشكرا لكم على المشاهده، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى ان شاء الله في فيديوهات قادمه بحول الله. شكرا لكم اصدقائي على المتابعه، ومع الف سلامه، وعيدكم مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله انت والعائله ديالكم، مع الف سلامه.